هو طبعا هو جه هو زي ما بيقولوا في العادي ايه هو الحاجز ده بيتعمل ازاي؟ صح طبعا عشان عامل كده عامل كده هو قاعد هتيجي يشتغل هو في مجموعه من الثاني اللي جنبه اللي جنبه هو نزل وجد هو نزل اه يلا وكان هو احنا عملنا له عملية في الشتاء مع المدينة العرب يصلي كده احنا المرحلة الأولانية اللي هي تخص المنشأ من الخارج كل مواد التفكير عالية.